السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا، ما حكم أن أصلي اليوم أنا والأسرة قيام مع بعضنا في ليلة النصف من شعبان؟ والله خير الهادي هادي محمد، لم يرد أن النبي فعل ذلك، لكن لا أستطيع أن أمنعك أن تصلي. يعني نصلي ونتوكل على الله. ولا أستطيع أن أقول لك لا تتوكل على الله، توكل على الله ولا أمنعك من صلاة، بس